متابعي قانون الجذب مع مجد، يا مرحبا بك. هنالك العديد من يراسلني ويعبر عن نفس الشيء، يقول أنه فقد المال، العلاقات العائلية، الأصدقاء، الاحترام والثقة بالنفس، كل شيء. العالم أصبح فجأة مظلمة، تحطم كل شيء من دون سابق إنذار. الخوف هو الآن من يطغى على حياة هؤلاء، الضياع، والأبواب جميعها أغلقت في أوجههم فجأة. دعني أفصح لكم عن سر ربما لا تعرفونه، أو من الممكن أنك لم تستوعبه حتى الآن. أعلم أنه لا بأس من الفشل، لا بأس أن تشعر أن قلبك مكسور، سقوطك وارد وممكن، هكذا هي الحياة، سواء تقبلت ذلك أم لا. لا أعرف كيف يسقط الناس في فخ الكمال والمثالية. مجتمعاتنا برمجت على جعل أفرادها يعيشون في أوهام ليس لها أي حدود أو أي وجود ومستحيلة التحقق، وهم في هذه الأوهام. إنه عليك أن تكون بيرفكت، مثالي ومتكامل. أتعرف كيف يؤثر هذا على حياتك؟ تعيش يوميا بإيمان زائف أنه عليك أن تصبح إنسانا، ليس أنت شخص لا يمثلك. أنت لست كاملا مكتملا، أنت إنسان بنقاط قوته وضعفه، بلحظات فرحه وحزنه، شخص يصيب في كثير من الأحيان ويخطئ في أخرى، ويتعلم يوما بعد يوم إلى أن يغادر هذا العالم بسلام. لهذا يشعر الكثير من الناس بالانكسار، زعما أن لحظات مثل هذه لا يمكن ولا يجب أن تحدث أبدا. أنت لست محطم ولا تحتاج لمن يصلحك حتى وإن كنت تشعر بذلك. فشلت؟ نعم فشلت، لكن من منا لا يفشل؟ مرحلة وقد عدت، والحياة في انتظارك. نعم في انتظارك، بداية أخرى، قصة أخرى تنتظر أن تفرض فيها نجاحك، نجاحك لنفسك وليس لأي شخص آخر. تعيش في ضيق الآن؟ أشعر به، ما المانع؟ أشعر به لبعض من الوقت، لكن اعلم أن المستقبل قادر على أن يصبح أجمل، أروع وأفضل. لحظات الفشل والانكسار قد تعلمك أفضل الدروس في حياتك، لحظات الحزن تدفعك لاختبار قدراتك، لاختبار تحملك. هل ذكرت جملة أشعر بالحزن لبعض الوقت؟ نعم، لأنه لا يمكن تجاهل شعور قوي كالحزن، لكن لا يجب أن يأخذ حيزا زمنيا أكثر مما يستحق. هنالك من يتمادى في الأحاسيس السلبية التي ولدتها ظروف معينة، فتصبح كلماته وأعماله وسلوكياته متناغمة مع ما يشعر به، فتجلب له المزيد والمزيد مما هو يعيش فيه. أفعاله تصبح ترجمة لما هو يعتقد عن نفسه. ما تظن عن نفسك؟ ما تظن عن نفسك في فترات الانكسار ما هو إلا فترة عابرة قد تعبر بسرعة إذا أدركت أولا حقيقتها، وبعدها
تتعامل معها بالشكل الذي تستحق. متابعي قانون الجذب مع مجد، غير كي تتغير، معا لنجد أفضل نسخة من نفسك. أدعوكم إن كنتم هنا للمرة الأولى وإن كنتم مهتمين بمجال قانون الجذب وتطوير الذات، فيا مرحبا، أنتم في المكان الصحيح. لا تبخل علينا بالاشتراك بالقناة إن لم تشترك، وأيضا تفعيل علامة الجرس كي يصلك إشعار بأي فيديو نقوم برفعه على القناة، وأيضا شارك المحتوى مع الأصدقاء، كن جزءا من نشر الإيجابية بين الأصدقاء والعالم بأسره. كان معكم مجد من قناة قانون الجذب مع مجد، وإلى اللقاء.